تحية كبيرة لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الكروي الأسبوعي المباشر، كذلك ضربة في البالون. ضربة في البالون كما عودناكم نقش فيها أهم أخبار، أهم أحداث وأهم ملفات كذلك كرة القدم الجزائرية، بفضائحها بعيوبها بالأشياء المليحة كذلك لما تكون طبيعة الحال نتكلموا عليها. ضربة في البالون في عدد اليوم يحضر معنا السيد زبير باشي، اللاعب الدولي السابق بطل إفريقيا مع مولودية الجزائر سنة 76 والرئيس المستقيل من المكتب المسير للمولودية. مرحبا بك طبيب، شرفنا. شكرا شكرا. نعم، بجنبه كذلك واحد من أعمدة الصحافة الرياضية في الجزائر، الصحفي الإعلامي والقدير جمال راشدي. مرحبا بك. شكرا على الدعوة أحمد. مساء الخير كل المتفرجين. مساء الخير جمال. مساء الخير كذلك لرشيد رجراج المستشار القانوني وكيل اللاعبين كذلك، لأني متأكد أنه بزاف اللي كيشوفوك يقعدوا بروشي في ضربة في البالون. رشيد مرحبا بك. السلام عليكم، إن شاء الله الفيديو ملو. وزميل كذلك الصحفي لجامي نمشي وحدي بلا به رفيق واحد، مرحبا بك احمد. شكرا، سعيد دائما بتواجدي هنا. رشيد رجاج يتابع ماشي غير في ضربه في البالون، يعني حتى في الهضره فوت، راجل قانون متميز. متشرف كذلك بوجود دكتور زبير باشي، مسجل اول هدف في النهائي تاع 76 من 25 متر. مرحبا. وسي جمال راشدي كما قلت اعمده الصحافه الرياضيه الجزائريه، متشرفين به. شكرا. مرحبا بكم اذا ضيوفي الاكارم. راح بطبيعه الحال نبدا بالحدث بما يجري في بيت مولوديه الجزائر. 10 ايام منذ تعيين مكتب مسير يعني لمولوديه الجزائر برئاسه الضيف تاعنا زبير باشي، سوناتراك يعني تضرب بعرض الحائط كل شيء، وتعيين عمر غريب على راس مولوديه الجزائر. كيف تمت طبخه لعوده عمر غريب؟ فيتيار من إمضاء الزميل وليد مرزوكي. هل هو استفزاز أم احتقار أم لمبالاة لجمهور العميد وللشعب الجزائري؟ هل شركة سوناتراك ومديرها العام ولد قدور أضحت دمى تحركها الأيادي الساعية لخدمة مصالحها؟ وهل فريق مولودية الجزائر بات محصورا بين اسمين كرسا مبدأ الفشل في العميد عمر غريب وقاسي سعيد؟ غيان غيان دان 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 جيسيونير تاع الفوتبول الى جي كولابوري سكي في مال سكي في مال سكي كونت لي انستانس اي بوف ريان فير. هذه ما تفهمش انا. وبعدما استبشر جمهور المولودية خيرا في المكتب الجديد الذي تقوده نخبة تفقه أخلاقيات اللعبة ومبادئها برئاسة باشي زنير وفرحي، أعادت الشركة المالكة فريق المولودية إلى نقطة الصفر بتنصيبها لمسؤول، لا لشخص، لا طالما نشر غسيلها للعام والخاص. عمر غريب الذي باتت قضيته غريبة في بيت المولودية، إقالة ثم عودة وإقالة وعودة بائسة مرة أخرى، تطرح التساؤل حول ما تقوم به سوناتراك تجاه هذا النادي، وعلى أي أساس تعتمد في قراراتها لتنصيب الأشخاص وتنحيتهم في فريق عريق مقامه أكبر من مهازل مسؤوليه. وإذا كانت الشركة المالكة ترى في عمر غريب السبيل الوحيد والحل الأمثل للنهوض بالنادي، فالأجدر بها أن تقيل نفسها أولا من على رأس عميد الأندية وتترك الأمور لأهلها. جمال رشدي نبدأ معك، منذ ربما أقل من شهر كنت حاضر معنا هنايا في هذاك المكان، تكلمت لك قلت لك بالك عمر غريب راح يعود لمولودية الجزائر، قلت لي هذاك الوقت أنه الأمر مستحيل عودة عمر غريب. اليوم عمر غريب يعني يعود على رأس مولودية الجزائر، واش راح يدير سوناتراك؟ هادو هما لي بارادوكس دو لجيري. هادو هما، أنا اليوم نورمالمون ماناش في حصة رياضية، نورمالمون أنا في حصة سياسية، لأن هذا القرار هذا هو قرار سياسي حقيقة. لوسكو فوز افي دي ريسبونسابل كيما سي ولد قدور مدير عام تاع شركة سوناتراك اللي هي لا مامال دو لاجيري، يقول لك جاني
امر من فوق على pour mettre un sinistre individu comme هذا à la tête d'un grand club comme le Mouloudia. Je me demande, c'est Ould Kaddour, je lui pose la question directement, qu'en est-il lorsqu'il est question de contrats pétroliers et gaziers Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au niveau de cette institution qui s'appelle la Sonatrach? Vous êtes indigne d'avoir une position aussi importante dans l'échiquier institutionnel de l'Algérie. Parce qu'on ne se fait pas manipuler de la sorte. Je reviens au niveau du volet de la désignation. Je pense que nous sommes en train de ولا الحراق الناس اللي تجري كل يوم كل جمعه تتضارب في الاخر وتناشط من اجل التغيير الايجابي الطريقه هو التغيير اللي يجي عندنا ستادير التغيير تاع بن صالح للشعب رفضوا كله ما كفاش يزيدوا يديروا لنا ان كادو للشعب الجزائري باسكو ماهوش غنيكمون لو بوبل دو مولوديا لو بوبليك دو مولوديا كي كونتر سيت ديسيجن Aller interviewer n'importe quel personnage. Redou, Inch'Allah, flamage, il va réagir de la même manière que moi. Il croit que c'est une honte, c'est un mépris et une humiliation pour le peuple algérien en général et pour les supporters du Mouloudia en particulier. Cheikh Zoubir Bachi, منذ 10 ايام تقريبا كان تعيينكم على راس المكتب الموسيقي لمولوديه الجزائر وبديتوا في مشروع بديتوا تتكلموا على ورقه طريق تاع مشروع تاعكم على راس مولوديه الجزائر واش صرا اليوم كل شيء يعود من الصفر من نقطه الانطلاق او قالها سي جمال هذا الحصه هذه راهي ماشي حصه رياضيه رجعت حصه بوليتيك يا حقيقه رياضه وسياسه حقيقة ماشي بعد انا على كل حال رياضي بصح نزيد ناكد قلتها انا في لا كونفيرونس دو بريس ونعاود نقول اليوم صباح اليوم منذ 1977 عام تاع لا ريفورم سبورتيف نهار الفرق سمعت الشركات الوطنية داوهم سما يقولوا نجمو نقولوا يا ناسيوناليزاسيون دي كلوب سمعت من هذاك الوقت والفرق والمولودية اون بارتيكولي سمعت ايتي انسترومونتاليزي ا دي فان بوليتيك فوالا اليوم هاد المرة واش صرا سي زبير باشا انت كنت تم كنت حاضر فيها واش صرا انت كنت على راس المكتب المسير واش تم سوناتراك قررت العودة تاع عمر غريب قررتوا انتم الرحيل الاستقالة واش صرا باللي يا يو فهمت اون روميز اون كوز تادير انا عيطوا لي الصباح فهمت الصباح بكري باش يقولوا لي باللي المدير العام تاع شركه سوناتراك راهو حاب يشوفك انت وسي زنير كاين اجتماع مهم هذايا واسمو سي لو بريزيدون دو كونسيل ادمنستراسيون اللي عيط لي الصباح على 8 تاع الصباح قلت له وشنو هذا واش سيد حرش اجا في التليفون قال لي ظهر لي وقيلا لي كيسيون دو روتور تاع غريب وكذا قلت له بصح هذا روتور البروبليم تاع غريب حنا رانا هضرنا عليه عندها واحد 15 يوم وخدينا قرار و لو بريزيدون ديريكتور جينيرال تاع الشركه سمعت il nous a rassuré il était question que Gharib fasse partie du directoire il y avait Turki qui était présenté pour pouvoir faire partie la majeure partie disons même tous les membres du directoire disons les mêmes valeurs les mêmes modes de gestion les mêmes donc le problème était réglé nous a reçu il avait l'air très gêné
بيني سمعت هذا مدير عام هذا مدير العام شركة سوناتراك نعم سما دونك هو خدم مواقف مع رجال فهمت وهضرنا على ان بروغرام داكسيون سور لو كور تيرم سور لو موين تيرم اي سور لو لون تيرم ومن بعد حسبونا هذا ما كان قال فوالا حنا رانا دروك رانا تكلنا على اللاعبين القدامى خممنا شفنا باللي وما نخرجوش بيا من هذيك المعادله تاع خاصي ساعد عمر غريب خاصي اللاعبين القدامى عمرهم ما شاركوا في التسيير تاع خاصه في ظل الامكانيات خاصه هذه هي هذا هو دونك قلنا الحمد لله يا ربي كي راهو هذه الخطره وحنايا فهمت كي زنير كي اللاعبين الاخرين فهمت on était tous animés de bonne volonté فهمت déterminés à faire un travail c'est moment ou jamais donc il y a eu tout un programme رحنا on a inauguré فهمت la première la pose de la première pierre en présence du wali مركز تاع الريجه في بن عكنون سمعت tout s'est passé dans une ambiance conviviale familiale on a essayé de rassembler toute la famille du Mouloudien في هذيك النهار فهمت le ciel était bleu فهمت il y avait pas de nuages ni d'orages كيفاش جاوا لي nuages ben voilà c'est un vent du nord فهمت qui a soufflé fort sur le non mais plaisanterie mise à part c'est vraiment je suis très peiné انا للان سمعت مازالني شويه مدوخ لانه صحيح سي زبير باشي كي راني خديت فهمت ان اوبركوت وراني مازال شويه خاطر ما سنيناش من هذا سي زبير باشي يعني نفهمك شويه لانه ما كانش اقدر من ضربه كيما هذه يا سي زبير باشي يعني سما انسان اللي دار في اللي يدير فينا ثقه ويعطينا امكانيات وقال رانا تاكلين عليكم ورانا فهمت رانا هنا باش نعاونوكم ما يخصكم والو حاجه اللي تسحقوها طلبوها رانا هنايا باش تنجحوا في هذا العمليه سمعت و 15 يوم من بعد ولا 20 يوم من بعد فهمتي يقولوا لنا يا جماعه لازم دروك غريب يريانتيغري المولوديه لازم غريب يريانتيغري المولوديه كيفاش هذه انجونكسيون من الفوق هذا كان رد تاع ايه بيان سور تاع دونك حنايا من الاول رفضناه سمعت وسيد كان على باله بيسكو هضرنا على لو كا تاعو وقعدنا واحد الساعه وحنا نهضروا على هذا الملف فهم وعلى باله بلي حنايا محال وكان يجي غريب سما محسوب انتوما راكو جابدين دونك عرف بلي حنايا ما راناش ماشيين في هاد السيره هذه وعرف بلي لو كان غريب يجي حنايا نجبدوا روحنا ما نقدروش نخدموا مع انسان كيما سي غريب هذا ما كان نعم فوالا بور لا بريزيزيون نو با ديميسيوني Je rappelais bien, non, pas du tout. L'hôme Sbahanayarot, j'ai rejoint le bureau. On a organisé une conférence de presse pour informer les journalistes et l'opinion publique et l'opinion mouloudienne. J'ai terminé le travail que j'avais entamé. Et puis, بداو يجيو الناس كدا صايي راح يجي غريب وكدا قلت له غريب يجي غريب انا نهار يلحق لي فهمت لا نوتيفيكاسيون داغي دو فان ميسيون وكدا يا با بروبليم حتى بون بعد واحد فير لي كو دو 10 جا لو بريزيدون دو كونسيي دادمينستراسيون حيرش جا جاب لي الورقه فهمت بون انايا جابت الورقه اللي فيها انا تقلقت شويه على خاطر قبل ما يجي السي حيرش وهذه هدرتها له السي حيرش تغششت انا بزاف خاطر الورقه ويلي نوتيفي باللي فان دو فونكسيون دو دكتور باشي اون كاليتي دو بريزيدون كدا ورقه واحده اخرى فهمت افيك انستالاسيون دو نوفو بريزيدون كدا انسان من لا سيكوريتي جا هكذا قال لي حبيت نوري لك واحد قلت له واش كاين قال لي عندي واحد البريه باش نوريها لك قلت له شكون انت قال لي انا من لا سيكوريتي قريت هكذا بعثوها لك من عند اجون سيكوريتي اي واش راني نقول لك
هذه اللي فبون حبوا يحبسونا يحبسونا مي معليش اسمع يا كوميم ريسبي دي كونفونس هذه هي راه شركه وطنيه وانا راني خدام هذه بس ما شنو نظرك إيه افو كي فور ريسبكت زوبير يفو كل سي جون لا سو ريسبكت او ميم واحد كيما حيرش لي يقول بلي راهو بريزيدون دو كونسي دادمينستراسيون هذاك السيد بن هرجة ما عنده حتى مصداقيه ما عنده حتى قرار كاع القرارات اللي ياخذهم كاع يسون ريفوجي الا ميم ايتي انتردي دونتري او ستاد pour assister au match du Moudia, alors qu'il est président du conseil d'administration du Moudia, après la bévue de Derham à Kijab Kourbis. Qu'est-ce que tu as dit avec qui m'a dit, Zoubir? À la base, le Sidada, le Karara Taoui, j'ai entendu sa conférence de presse, où il parle de stratégie. Tu as une stratégie? 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 Je me demande comment on peut se mettre face à Dieu. ونهجم على حطوا راسنا القبله اي اون سو كومبورت لا لا جاسوم مي بروبو جاسوم مي بروبو انا نهضروا على لا ديمارش لا ديمارش بروفيسيونيل اي لا ديمارش انترنسيك اوكي واحد اللي عنده المبادئ ما يديرش هكذا خويا سامحني شوي ديزولي انا لوسكوم اون مي ريفوز سيت شوز عندي 21 27 جو ديميسيون جو ديميسيون minimum de dignité en démission, croyez-moi. Mais qu'est-ce que la culture de la démission là? Donc c'est Zoubir. Malheureusement, elle n'existe pas. Elle n'est pas fréquente. Ma cache est éclairée, qu'il y a une éclairée. Qu'il y a une éclairée. Faut donner la faire. Je sais pas quoi là. C'est là, je dis, c'est bon, je sais pas. C'est une humiliation. C'est pour moi, c'est une mascarade. Le Mouloudia, dans deux ans, fêté le Miaoui et Taha. أو يحضر لها عمر غريب. خليك بلي راح نحضروا لها إن شاء الله بالألقاب. مولوديا لتاريخ. برمي كلوب اون الجيري برمي تيتر تاع لي كلوب الوان تاع 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 الجزائر سي ان باتريمون ناسيونال المولوديه اكثر من نادي اكثر من نادي انه تقزمها في حجم عمر غريب يعني اللي الناس اللي ولا يعني ما في سو دي بلاطو دو تيليفزيون اتصلت مع دي اختار دي كولوك قلت عيب عليكم درتو الجامعه تحبط المستوى ماشي تاع عمر تاع واحد اخر ما قراش هذا ما قراش الان كي تشوف اللونغاج تاع عمر غريب لي سي اكورون تاع جامع تاع ستيلو تاع كوستيم هذا الحرش لا لا الحرش. على كل الناس علاش تاع جامع الحرش تاع جامع تاع يتكلم على حرش ورجل رجل الحرش يقول لك هذاك تاع جامع شو ديجا نوصل تضرب المسجد اللي هو يعطي لي فالور القيم تربينا فيه كاع وي تربينا فيه الحمد لله شوف 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 انت الجامع اللي الناس يعني تخشع تدخل تعب ضربي بالطريقه يتكلم عمر غريب على حرش كي حرش باسكو داير الحي يقول لك تاع جامع يقزموا واحد يقول لك عاقل يقول لك كما يقول دكتور باشي دكتور باشي تاع ستيلو بطل افريقيا بطل افريقيا ما غاديش نسميها انا شرف لي مريح مع زبير باشي انا قلت لك بابا ويعرفوه عمي يعرفوه يقول لك بولدي يحكيوا لي عليه اليوم يقول لك تاع ستيلو شوف كيفاش تاع كوستيم يعني واحد ما يلزمش يكون لابس كوستيم ما يكونش مليح تاع الياستياس تاع ماكله عاقل واحد الكلاب اللي كي نز كي نفهم نقرا بين السطور تاع مستوى سو لا فيديرو شنو سو لا فيديرو لو فوتبول لازم يولي لي فويو لو فويوتيزم هو اللي يتحكم في كرة القدم واش دار اليوم ولد قدور واللي داروا جماعة من الفوق لا يقول اصافا شكون كاين من الفوق من الفوق شنو راه يدير بلي عميد الأندية الجزائرية الرياضة كمنظومة اللي تربي اللي جاية في الميثاق الأولمبي اللي فيها بوكو دو فالور نخدموا بها باش نكسروا الحراك اللي يجتمع عليه كل الشعب الجزائري اللي دافع لي فالور على القيم والمبادئ على القانون على كل الاشياء النبيله التغيير يعني كل الاشياء النبيله تقزموا في واحد ما يستعرش بلي فالور واحد اللي اون فينال 2013 على كوب دالجيري ما احترمش الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه واحد اللي يتكلموا عليه اليوم كاين دي ترو في 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 الميزانيات وعلى بالكم واش كاين في لي كونطرا تاع لي جوار تسيني جوار يدي 100 مليون بصح زي مكتوب 300 مليون على بالكم الدوله على بالها بلي الناس راهي تدي في لي كونطرا تاع لي جوار المديونيه تاع لي جوار لي كلوب اون ديتي ماشي باطل باسكو المال السايب والناس تعلم السرقه وعلى بال بالرعايه الساميه على بال الناس من الفوق تكوفري باسكو كاين توظف الرياضه في البوليتيك شوف اللي جابوا محاكمين لي كلوب باش ما نسميش شوف الناس التاريخ تاعهم لي ريبري جيستيس اللي عنده ملها اللي يحكم الحبس وخرج اللي ما قراش اللي ما خدمش اللي عنده دعاوي الشر هادو المحاكمين كش حبي تربي انت كش حبي تربي اليوم بابي طاس في دي دو تروا جور واحد يقول لك على المباشر كنت نبيع ونشري شريت لي ماتش عطاك لي شي 6 مليار قبلوا الزعيم كتب على زعيم يحيى قال لك لا يقول انا نخاف ربي وانا نخاف ربي
اسمع نقول لك حاجه عليها لي ما صبتش بلاستيك نقول لك شوف المولوديه انا عندي صوره مصغره للجزائر المولوديه قلت سيدي كانت 48 ولايه كي تحط تنحي ان دكتور نحبس في ليماج هادي تنحي طبيب ما يجي يقول لك ملائكه نحي طبيب مستوى جامعي كبير لعب فوتبول انترناسيونال كتب التاريخ تاع كره القدم ماركا بيت في ناس في البريمير كوب دي كوب دافريك تنحيه مع عميد انديه الجزائر قبل دوز اني بتحد بالاويه وتجيب واحد ما يستعرفش بلي فالور شو الفاليتي زي جبت حبيت صولي وعلى مولودية ما يقدروا الناس ودوك نضارب معاهم على بهاد اللونغاج هذا تديه انت يا تديه انت في اسمه الاتحاد العربي تقابل به تديه انت لتونس تقول هذا رئيس نادي مولودية الجزائر صحيح صح علاش حبطنا لهذا المستوى اون كروز دوكا ماناش مستوى ملح انا اون كروز لتحت اون بو با كوسيوني لامباسكارا تاع ولد قدور واللي عطى امر لولد قدور لا مي برك قبل ما ندخل حبيت انا نجبد بيان سافا بوزي لا كيسيون ديريكتوم مع مسيو ولد قدور شكون هذا اللي عطاك الامر شكون هو باسكو فوقك ما كانش لو مينيست دو لينيرجي الجديد هذا مسكين هذا جديد ما عرفش كاع بلاصتو ولا عايش دا ولا ما شداش عندك غير لو شيف دو غوفرنمون يا با اوت شوز اوا كاينه عصابه اخرى اللي هو يتكلم عليها سي هذا الانديفيدو اللي بلاصه هو اليوم يقول باللي العصابه هي اللي نحاتني او بالك كاينه عصابه اخرى اللي دارتك هذه هي انه المولوديه تسيسها وتحبطها بهذا النيفو المستوى هذه باش تكسر الحراك باش تضرب لي فالور تاع تو تان بي اوروزمون الحمد لله الشعب هذا الشعب واعي وشوفوا في لي ريزو سوسيو وشوفوا غدوه في لابارش واش يقول الراي تاعهم في هذا رشيد ناخذ رايك يعني سؤالي ربما علاش في هذا الوقت بالذات يعني عودت عمر غريب وانا ممكن نقول المولوديه مسيسه ممكن نقول المولوديه يستعملوا فيها انا هذا القدر الله ماني سامع به انا بيرسونيلمون ماني سامع به هو اللي بي دي جي سونا تراك انا عمري خدمت عند الحكومه وعمري شكلت الحكومه فهمت يشوي شي دي فامي دي ريفولوشنير يدمر تير والله ماني سامع به انا في هذه البلاد ندير لوكسيون ديالي وراني ندير بطل من عند ربي فهمت مي فير سا للناس دي هيستوريك دي مولوديا دي هيستوريك دي مولوديا نعرف المولوديا نعرف لونسيان جوار ديالها دي هيستوريك دي مولوديا دير لهم ان كو باري جاو بداو الخدمه دان سور كو ومن بعد تعجج باللي جاتك من الفوق مادام جاتك من الفوق مادام جاتك من الفوق وما تقدرش كما قال لك جمال كون قدر كاز فانت بنت وحطها فانت بنت وحطها دونك كما قال قبل جمال خرج جرونديت نو الى دومين غون اكزومبل حنا رانا نهضروا على المولوديه صونا طلاق صونا طلاق سي لان بي دي بلو غرون جيو مونديو في لي زيدرو كاربور كما قال لك غدو مالك تسين واحد نيغوتي دي كونترول واحد ثاني يعيطوا لك يقول لك لا مع هذا ماشي مع هذاك كاين اوبيراتور موبيل جديد فهمت في الجزائر هاتف واحد اخر هاتف واحد اخر اسمه الفوق تكلم اسمه الفوق اسمع لي كمل تفضل رشيد قدر الله ان المولوديه هذه اوجوردي سي فيليال تاع سونا تراك راك تعبس فيها وتعبت فيها كيما تعب مي او موان نتوش با سي سيمبول توش با توش با اون توش با او سيمبول دي مولوديه اون توش با او سيمبول دي مولوديه اي واحد كيما مزيو باشي ولا كي 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 ما زنير سي ما كونيسون سي 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 ما ميموار اي بون لعبوا في مولوديه ولعبوا في ليكيب ناسيونال زون بورتي ليكيب لي كولور ناسيونال يزون بريزونتي لو بي يزون بريزونتي لو بي اي سيرتانمون يزون سيرتانمون ريبريزونتي ميو كو مزيو القدور سا جون سوي سيرتان جون سوي سيرتان باسكو يفهم مليح الفرونسي سا جون سوي سيرتان مسيو القدور كيزون ريبريزونتي سو بي dignement mille fois plus dignement que vous aya comprenez جمال تكلمت على المناصرين تاع مولوديه الجزائر احنا طلبنا يعني حبينا نعرفوا الراي تاع مناصرين مولوديه الجزائر عبر صفحه الفيسبوك لقناه نوميديا راح نشوف هل يعني وطرحنا سؤال هل مناصرين تاع مولوديه مع او ضد عودة عمر غريب على رأس مولودية الجزائر الجواب 77% ضد عودة عمر غريب على رأس مولودية الجزائر 23% هذا سونداج سي بروفوكاسيون للناس يقول لك غير دولك 77% هذا غير كيما درت 77% تي اون تران دو بروفوكي دي جون الناس هي واعيه الناس واعيه تحبط المستوى تضرب التقييم تاع تاع المولوديه منها تضرب بلاد اكملها كامل تجيب للمستوى تضرب لي سامبو تاع المولوديه النادي الالوان التاريخ العراقه الاسماء الكبيره باش نحطوا لهذا المستوى جو بو با كونسيوني لو فويوتيزم دي فويو
اللي حادر لكرة القدم في الجزائر تتمشى بالضرب تحت الحزام بلي فايو، انا ما نكونسونيش هذا الشيء. ولا الدوله ولا ولد تقدر يكونسوني يعني سي تي نوت بو لالجيري، عيب انك تكونسوني وتقول البلاد هذه تاع العيب. ومن بعد حنا كيهضروا عليك تاع فرنسا فوتبول يقول لك تاع الرشوه وتاع لا فيولونس تاخذ العزه بالاثم. تتكلم رفيق، احنا راح نبقى نتكلم على مولوديه الجزائر، لكن بعد ما نتوقف مع بعض مع هذه الصفحه الاشهريه.